انا عارف ان انت بقيت جامد جدا وعارف ان صحتك اساسيه جدا بالنسبه لك، لكن انت متحمس وكلنا بنتحمس في البدايه، فحماس الشباب كده اخدك في الموضوع ان انت تبدا تتمرن ظهرك كويس جدا. طبعا انت عارف ان انت محتاج عشان تكون راجل شكلك برنس كده جامد في نفسك، شكل الفي او شكل السبع اللي كلنا بنحبه، عريض من فوق رفيع من تحت، حاجه مهمه جدا. واكيد بتهتم بتقويه العضلات اللي هي المفضله بالنسبه لي، لكن ما بقاش ما بيننا وبين بعض كيمياء كده مساعدة الاصابة بتاعت الكيف بتاعتي، وهي عضلات الماجنوس او عضلات البتسمس دورساي. دي احد عضلات الظهر اللي هي بتديك فكر شكل السبعة كده اللي هو ماشي بقى فارد نفسك كده وجامد جدا جدا جدا. للاسف العضلة دي لما بنمرنها كتير جدا من غير ما نهتم بالمرونة بتاعتها، وده خطأ انا وقعت فيه شخصيا، بتبدأ تعمل لنا مشاكل كبيرة جدا في مفصل الكتف. خلينا نعرف ليه ده بيحصل وازاي بتمرين واحد بس نريح العضلة دي تماما ونحمي نفسنا من الام الكتف ونعالج كمان الام الكتف لو موجودة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم دكتور حازم طارق دكتور علاج طبيعي. عملت مجانس وبوظت مفصل الكتف، للاسف دي حقيقه انا عشتها بشكل شخصي. بعض الناس ممكن تقول يعني باب النجار مخلع يعني بتاع، لا مش ده اللي حصل. هو الحقيقه ان انا زودت في اللوب بتاع التمرين مره في تمرين البنش وانا بتمرن، فالحماسه اخذتني زياده، فهو ده اللي عرضني الاصابه. لكن لما رجعت الهيستوري بتاعي او راجعت نفسي كده، لان ساعات الواحد بيغفل عن نفسه ووعيه بنفسه ما بيكونش عالي قوي في حاجات، رجعت فعلا جدول التدريب بتاعي ولقيت ان معظم التمرينات اللي كنت بعملها كنت بهتم قوي بتقويه عضلات اللاتس او عضلات المجانس او اللاتسمس دورساي، مش بهتم بالمرونه بتاعتها. وهنا الخطا القاتل جماعه، على قد ما العضله لازم تكون قويه جدا لازم تكون مرنه جدا، لان القوه بتاعتها دي لما انت تزود تمارين وبتزود تحميل، خاصه لو تمارينات متكرره، يعني احنا دايما محكومين في التمرينات باشكال متكرره، يعني الجيم الماشينز تقريبا واحده او اختلافات بسيطه قوي، يعني التمرينات من الاخر بتشكل نمط متكرر مستمر في تحميل على المفاصل. عشان كده مش بس لازم نهتم بتقويه العضله، لا لازم نحتاج ان احنا نزود المرونه بتاعتها. طب ايه المشكله في العضلات دي لما بتبدا تقفش او يزداد قوتها من غير ما تكون مرنه؟ العضلات دي يا جماعه باختصار خالص ماسكه من الظهر من شكل هنا، ماسكه من اسفل لوح الكتف، ماسكه في عظمه الحوض من تحت، عضلات كبيره جدا حجمها كبير قوي واخد كل الجزء ده في الظهر، لحد ما بيروح يمسك جوه هنا في الحته الزرقاء دي في مفصل الكتف عشان يبدا يعمل لنا على مستوى الكتف حركه بنسميها الشولدر انترنال روتيشن، بيبدا يلف الكتف لجوه بالمنظر ده كده. يعني وانت بتعمل حتى تمرين مثلا زي ستريت ارم بول داون بالشكل ده، بتكون في الوضع الانترنال روتيشن اللي هي العضله دي بتحب تشتغل فيه. لو عايز اقويها كويس اقويها محتاج احطها في الوضع ده. فلما انت بتبقى بتقوي الانترنال روتيتورز بس اللي هو منها اللاتسمس دورساي منها عضلات البنج نفسها، بتاخد الكتف لجوه، كتفك المحصله ان هو بيبدا يلافف جوه بالمنظر ده كده. تخيل على مستوى الاوتار اللي جوه الكتف اللي بتكون معديه من حته صغيره جدا من هنا، الدراع بيبقى شكله كده بالظبط، اسمها السب اكروميال سبيس، اللي بيعدي فيها اوتار الكتف كلها، اللي دايما اصابات الاوتار اللي زي حصلت لي انا شخصيا بتيجي نتيجه احتكاك الاوتار دي بالعظم، فبيحصل الالتهاب اللي احنا بنقول عليه. فتخيل لما كتفك يبقى لافف جوه على طول، بيبقى مخلي العظمه دي، العظمه دي بالذات في الكتف بتبقى بارزه شويه، هي المفروض طبيعي تكون بره شويه كده بالمنظر ده، لا انت بتقربها لجوه بالمنظر ده كده وتكون عامله كده. لما تعمل كده تزود الاحتكاك على الاوتار، فتيجي بقى تعمل زي حالاتي مثلا اتمرنت تمرين بنش بريس كان تقيل شويه وكان بنش بريس عالي اللي هو اصلا الدراع محطوط فيه لفوق، يعني احنا مضيقين اكتر، احنا بنزق لفوق كده فاحنا مضيقين اكتر على منطقه الاوتار ديت، يحصل المشكله. بعد ما عرفت ازاي بتحصل المشكله خلينا نعرف الاسترتش او التمرين الواحد الخارق اللي ان شاء الله لو عملناه هنحافظ على الفلكسبيليتي او المرونه بتاعه عضلات اللاتس، وان شاء الله نحمي مفصل الكتف من اي مشاكل، او حتى عندنا مشاكل الم كتف دلوقتي ان شاء الله نتخلص من الالم ده تماما. هتقف عند شبكه عند عقله اي حاجه عاليه بالمنظر ده كده، واحنا دلوقتي بنعمل استرتش للناحيه الشمال، تبدا تحط ايدك لفوق وتحاول ان انت تلف كف ايدك لفوق بحيث ان يكون واخد في الوضع بتاع الاكسترنال روتيشن اللي هو عكس وضع الانترنال روتيشن بتاع الكتف عشان نبدا نعمل استرتش العضله دي كويسه كده. اول تشيك على مفصل الكتف، وبعدين هنبدا بجسمنا من الناحيه الثانيه نلف الناحيه اللي احنا بنعمل فيها استرتش عشان نعمل كمان استرتش اكتر عند منطقه الظهر في العضلات ديت، وبعدين كمان نميل الناحيه الثانيه، وعشان نزود الميله دي كمان هنجيب رجلينا لنفس الناحيه ناخدها الناحيه الثانيه كده عشان تبدا تشد جامد جدا على عضله من منشاه من تحت، ومن اجل كمان ان احنا نزود الاسترتش دوت صعوبه وصعوبه اكتر عشان نبدا فعلا نستهدف كل لويفه عضليه في عضلات اللاتسمس دورساي، هنبدا بايدينا الثانيه نزق الحيطه او نزق الحاجه اللي قدامنا لقدام بالمنظر ده، هتحس حرفيا ان عضلات اللاتس اللي موجوده عندك في الحته دي بتتقطع فعلا، وهو ده تاثير الفلكسبيليتي او المرونه اللي احنا عايزينه. وطبعا كقاعده اي استرتش احنا بنبدا نعمله بنسبه فيه 30 ثانيه، وعايزك تكرره لو انت عندك مشكله اوريدي في مفصل الكتف في اليوم مش اقل من 12 15 مره، ولو انت ما عندكش مشكله ان شاء الله بس انت عايز تدخله في الروتين بتاعك دخله يوميا من 4-5 مرات مش هتندم صدقني. بس كده يا ابطال، ده كان تمرين مهم جدا، المرونه لا تقل اهميه ابدا 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 عن القوه. جسمك عشان يكون رياضي جدا وقوي جدا وصحي جدا وتتمتع بالصحه لازم يجمع بين شيئين، القوه
والمرونه. لو استفدت من الفيديو اكيد لازم تعمل لايك جميل. لو حابب تحجز استشاره اونلاين معايا شخصيا هتلاقي اللينكات تحت في الديسكربشن. وكمان هقول لك على حاجه حلوه، لو انت عايز تكسب استشاره اونلاين مجانيه معايا انا شخصيا، انا باسبوعين ان شاء الله هاخد واحد عشوائيا من على انستجرام، هنعمل مسابقه كده سريعه، هنعمل حاجه عشان نبدا نختار واحد اسبوعيا باذن الله على الاكونت الشخصي بتاعي على انستجرام، هنبدا نختاره ونديله فري اونلاين سيشن 40 دقيقه كامله هتكون معايا فيديو، تبدا تستشرني في اي حاجه بخصوص التغذيه، بخصوص التمرين، بخصوص العلاج الطبيعي. ودي حاجه انا حابب اقدمها لكم كنوع من الدعم ليكم، زي ما انتم بتدعمونا لازم احاول اقدم لكم، ولو حاجه بسيطه جدا اقول لكم بيها شكرا على الدعم الجميل بتاعكم. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله ابطال. سلام عليكم.